الحقيقة عصية على الدفن، لا يمكن أن تدفن، ستبقى في مكان ما وثابتة قوية. ابحث عنها، إن بحثت عنها ستجدها وسوف ترى أنها متآزرة. أحد أساليب يا إخواني التحقق المنطقي من صدق مقولة أو دعوة معينة، شيء اسمه الاتساق في المنطق. هذا في المنطق لوجيك. شو الاتساق؟ إنك أنت الآن بدك تؤمن بحديث معين، ليش أنت اخترت هذا الحديث؟ يتسق، هذا يتسق مع الفطرة، مع التجربة التاريخية لعمرها 1400 سنة في حياة أمة محمد، مع تجارب أمم أخرى عمرها آلاف السنين، يتسق مع روح القرآن، أهم شيء هذا، يتسق مع أحاديث أخرى صحيحة، يتسق مع كل ما يمكن أن يشكل برهاناً بذاته، فيزداد على كونه برهاناً بذاته، برهاناً من جهة أو حيثية ماذا؟ الاتساق والتآزر. هذا هو، هذا أنا أقبله، وتلك الأحاديث لا أقبلها، لا أؤمن بها. الإمام أحمد يبدو أنه كان إيه؟ يعني مفعماً إيماناً بنظرية السيف هذه، ولذلك ورد عنه أنه قال لا يتعرض للسلطان، السلطان ولا واحد يتعرض له، لماذا يا أحمد؟ قال معه السيف. شفتوا؟ هذه نظرية مخبوعة، هذه نظرية يعني مسكونة بالخوف، بالخوف والرعدة، نظرية خائفة، كيف معه السيف؟ مثل هذا المنطق تماماً كرره أحد خريجي المدرسة الحنبلية ابن تيمية في أكثر من كتاب، والسلطان والسلطان لأنه صاحب السيف، يقول ابن تيمية، ما دام صاحب السيف اسكت خلاص، اقعد ولا تتحرك ولا تتكلم، اسكت خلاص انتهينا. ليه؟ عصيان مدني. طيب قال لك لا، هذا الحديث أحمد قال اضربوا عليه، حتى هذا ما فيش عصيان مدني، بدك تؤدي له الزكاة وتؤديه، حتى لو عربد فيها واشترى فيها جوال وسوى فيها حريم وخصيان كمان وعمل بده إياه وشرب خمر، ما هو هيك لازم، ما في سلطان هذا. هي النظرية هذه، يا عيب يا عيب يا عيب على وعينا السياسي البائس. هذا وعي، هذا وعي أمة نزل عليها القرآن الكريم. تعرفون أنتم ثروا على سيدنا عثمان عكس ما علمنا، وابن سبا كله أكاذيب. ابن سبا إن كان موجودا قد يكون وجد الرجل، ليس له دور أصلا يذكر ولا وزن لدوره. أما الذي أعطاه أكبر دور في الثورة على عثمان فهو الكذاب الزنديق كما وصفه ابن حبان وغير ابن حبان، سيف ابن عمر التميمي. قال لك ابن سبا ساوى وعمل وراح ولعب اللعب، ابن سبا وخلاص، كلام فارغ. كل من يحترم عقله لم يقتنع، ومنهم ابن تيمية. ابن تيمية لم يقتنع بالمرة في منهج السنة، ولم يذكر ابن سبا مرة في قصة فتنة عثمان، ما اقتنعش. وذكر أن من بين الأسباب التي لأجلها ثار الثور على عثمان ضعف عثمان، لم يكن قويا عثمان، قال لك القوي الأمين، لم يكن قويا، لم يكن كفؤا في تلك اللحظة في آخر 6 سنوات من حياتي، هذه اللحظة التاريخية الحرجة، ما كان ألعوبة بيد بني أمية، وخاصة مروان بالحكم ألعوبة. ابن تيمية اعترف بأنه كان ضعيفا، قال ضعف عثمان سبب الثورة، من الأسباب، طبعا أسباب مركبة، هذا اعترف به ابن تيمية في منهج السنة، نحن نعترف به، هذا كلام. ولم يذكر ابن سبأ ابن تيمية مرة واحدة، وهذا جيد يحسب لابن تيمية، هذا تفكير علمي. لكن من بين الذين ثروا عثمان صحابة، من بين الذين قتلوا أو شاركوا في قتله أو عانوا على قتله يعني صحابة كما قلت لكم، مش هيك وبس، والذين سكتوا على قتله وخذلوا صحابة، هذا الشيء مؤلم وعجيب. سير أعلام النبلاء. طبعا ماذا أريد أن أقول، ماذا أحب أن أقول من وراء هذا الكلام؟ أحب أن أقول من وراء هذا الكلام أن الوعي السياسي للصحابة في تلكم الحقبة كان مرهفا جدا، ما لم يتسمم بحكاية أنه إيه صحابي وذو النورين رضوان الله عليه، ومعروف من هو عثمان رضوان الله عليه فعلا، وأنه خلاص يعني وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا الكلام لم يكن يعرفه الصحابة، لأنه ما كانش مسكوك، ما كان في حديث أيام الصحابة اسمه إيه أيام عثمان وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، كان عندهم منطق نقومه بحد سيوفنا، عندهم منطق أبي بكر الصديق إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت أو اعوججت فقوموني، طبعاً الضعيف فيكم والقوي فيكم إلى آخره، هذا هو. كان عندهم منطق عمر رواه ابن سعد وغير ابن سعد، لو وددت أني إيه والناس في عرض البحر استعرض بنا قرقون عرض البحر إذ أمروا عليهم رجلاً منهم فإن استقام أعانوه وإن اعوج قتلوه، قالوا يا أمير المؤمنين
لو قلت عزلوه صعب هذه قتل مباشرة هيك نقتل أميرنا؟ قال بل قتلوه. أنا بعلمك وعي السياسي، بدكم سياسة؟ قتلوه ليكون أنكل لمن بعده.